طيب خالد يسلم، يعني انت زوج واب، عندك اولاد وعندك مسؤوليات. لجين كمان نبهت على نقطه مهمه، انه احيانا يعني الرجل عندنا يكون العائق او المشاكل اللي حوله كبيره، يعني مسؤوليات تصير عنده كبيره، يعني زي ما لجين ذكرت انه والدها ما يقدر يتحمل مسؤوليات كل البنات على زوجته، على احيانا الاخوات، يعني عائله كبيره، وفي الاخير رجل يتحمل. ليش في رأيك بعض الرجال لا زالوا لليوم يعارضوا القيادة رغم أنهم هم من المتضررين الرئيسيين في البلد؟ أعتقد إحنا عندنا أكبر مشكلة موجودة في المجتمع، إنه حرية التنقل بالنسبة للمرأة هي نظرة رفاهية. نعم هي المفروض يترسخ في أذهانهم إنه حرية تنقل المرأة هو حق من حقوقها كفرد. إحنا لو تصالحنا في النقطة هذه أعتقد المجتمع، وطيب الصراحة أنا ما أعتقد المشكلة في المجتمع، أعتقد المشكلة في صناع القرار. لو كانت مشكلة في المجتمع ما كانوا غيروا الإجازة من يوم خميس وجمعة إلى يوم جمعة وسبت. فالمجتمع نعم قابل للتعديل لما يجي القرار من فوق، لكن احنا مشكلتنا انه القرار دائما بيتعذر من 24 سنة، بيتعذر انه المجتمع لم يعد جاهز بعد 24 سنة. احنا تقريبا بنستنى انه المجتمع يجهز. فلما حنتصالح ونعترف انه حرية التنقل هو حق من حقوق الفرد، صانع القرار يعترف بهذا الشيء، حتنحل المشكلة اعتقد. بس خالد في أمور كثير قالوا المجتمع مجهز فيها ورجع المجتمع في لحظة جهز فيها، إيش المشكلة؟ عشان لازم تكون من صنع القرار؟ أنا ما أعتقد أنه المشكلة في جاهزية المجتمع أبداً، ما أنا بقول لك لو كانت مشكلة في جاهزية المجتمع ما كانوا غيروا الإجازة من يوم الخميس والجمعة إلى يوم الجمعة والسبت. نعم إحنا تفاجأنا خلال يوم أو يومين أنه فجأة الإجازة تغيرت والمجتمع كله صار يتغنى بإجازة يوم السبت وسعيد جداً بإجازة يوم السبت. تتوقع رح تتفاجأ قريباً بموضوع القيادة؟ ما هو ده موضوع القيادة، هي زي ما تقولي قمة الجبل الجليدي، هو فيه تحت مرسخات كثيرة أكيد حينطرح تحتها أنه المرور لازم يكون في قسم نسائي، في تعامل مع النساء. طبعا هذا الشيء في جهات أخرى ما تبغى الموضوع ده، هي الموضوع ما هي بس قيادة مرأة الحالة. ننتقل لنقطة ثانية، كمية المشاكل اللي في المجتمع بسبب عدم قيادة المرأة أكثر بكثير. احنا بنعترف انه في عندنا نسبة الطلاق عالية جدا. انا اعتقد احد الاسباب اللي انا ممكن يوم من الايام لا سمح الله اسويها، اكون راجع من الدوام قرفان وشمس ودوبني مغلق شغلي، ارجع البيت يقولوا لي والله الغاز مغلق، ولا جيبوا لنا كوسة، ولا يا عمي انت اطلع سوق السيارة اشتري مقاض البيت وفكيني من المشاكل هذه. في اشياء بسيطة ترى احنا نعتقد انها تافهة ونعتقد انها بسيطة، لكن هذه تسبب ضغط، تسبب مشاكل عائلية. يا جماعة صانع القرار او اللي بتمنعون او بتمنعوا قيادة المرأة، وفر لي بديل. اذا وفرت لي بديل انا ما عندي مشكلة، انا كزوج ما يا عمي انا كزوج ما ابغى المرأة تسوق، ما عندي مشكلة، بس وفر لي بديل. في بديل اوكي، لكن تحط لي عائق من غير ما توفر لي حل او بديل، انت كده بتأصل مشكلة عندي في المجتمع. طيب خالد خليني اروح للامارات، بما انك يعني خليني اروح لخالد يسلم على السريع. خالد زي ممكن. طيب عفوا انا بس مداخلتي على اخ ناصر من الكويت لما يقول نبغى نعمل دراسه وبيان لراي المجتمع. خلينا نتكلم بصوره صادقه وصوره واقعيه للمجتمع. انا بتكلم عن مدينه جده، مدينه جده الى الان لما تنزل المطر احنا نخاف نغرق في المجاري. هذا مجتمع ما تقدر تعمل احصاء وبيان واقعي، احنا ما احنا متقدمين لدي الدرجه، احنا البنيه التحتيه مضروبه عندنا الى الان. الان نتكلم عن النقطه الثانيه، هل هي مشكله اجتماعيه ام هي مشكله من صاحب القرار؟ انا ما اعرف، لكن احنا طلعنا خدمه حافز عشان المراه او الرجل اللي ما محصل وظيفه يستمر عليه راتب. طب انا زوجتي الحافز 2000 ريال، زوجتي جابت سواق 3000 ريال ويبغى لي ادور سكن يوفر سكن للسائق. يا اخي شيل عني خدمه حافز وجيب لي خدمه سائق عشان زوجتي تقدر تشتغل. انا بتكلم عن الطبقه المتوسطه، هي الطبقه الغالبيه، هي الطبقه اللي تحافظ على كيان المجتمع في اي دوله متقدمه. الطبقه المتوسطه ما صار يقدر الرجل لحاله يشتغل، يحتاج مراه تشتغل معه. احنا بسبب منع قيادة المرأة احنا متعطلين وحياتنا صارت صعبة. عزيزي صاحب القرار انت بتحط لي عائق، شوف لي بديل او شوف لي حل. من 24 سنة قلت لي المجتمع غير جاهز، عدت 24 سنة والى الان تقول لي المجتمع غير جاهز. انت عندك مشكلة في تجهيز هذا المجتمع، يمكن لا تقول لي المجتمع غير جاهز من 24 سنة، يمكن انت في نوع من الترسيخ في اجهزة، في بطانة بترسخ هذا الجهل. هي ورقة رابحة الى الان قاعدين نستخدم. لا نكذب على بعض، لا نقعد نقول نعمل دراسات وبحوث، لا نكذب على بعض. بس هذا يوم خليني فهد اروح بس لخالد يسلم عنده مداخلة وارجع لك. تفضل خالد.
عفوا، تفضل. انا بس كاستقراء بسيط على المجموعة اللي الآن موجودة، عندنا كوميدي، عندنا أطباء، عندنا استشاري ثقافي من الإمارات، عندنا لو تلاحظ المجموعة مو كلها مركزة في النشاط السياسي أو في الموضوع الحقوقي، لا إحنا مجموعة متنوعة. هذا مؤشر إنه قيادة المرأة ما هو موضوع حتى صار موضوع سياسي، لا الموضوع يا جماعة ضرورة ملحة صارت. يعني الاستقراء البسيط للحضور هذول نفسهم، الحمد لله. مزعج. الاستقراء البسيط لل لجينا الصوت عندك، لجينا ميوت الصوت عندك، معليش. اوكي تفضل خالد كمل. فأنا بقول لك إنه الاستقراء البسيط للمشاركين وللداخلين في المقابلة الآن يثبت لك الموضوع ليس سياسي، وليس الموضوع صار ضرورة ملحة. أرجع ثاني مرة أقول لصناع القرار، لسوء الحظ صانع القرار ما بيعاني معاناة المواطن اللي ما زوجته ما تقدر تسوق السيارة أو أخته ما تقدر تسوق السيارة، لأنه هو ممكن يوفر سيارات لأهله، لكن إحنا بنعاني. أنا ما أقدر أجيب سواق وأطلع له سيارة وأدور شقة يوفر لي غرفة للسائق. ترى الإيجارات غالية، العقارات ارتفعت، التضخم المالي قاعد يصير طريقة عالية، تكلفة إني أجيب سواق عشان أودي زوجتي ويجيبها ما هو مجدي الراتب اللي هي بتاخده. فالموضوع صار ضرورة ملحة. في النهاية حيتم هذا الموضوع بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10، بعد 20 سنة حيتم الموضوع ده. فأنا أتمنى يجي الموضوع بطريقة مسالمة وجميلة، يعني مثل ما غيروا الإجازة يا جماعة أسمحوا بقيادة المرأة. وصدقني المجتمع مثل ما حصل في الإمارات أخذ 10، 5، 20 سنة وتغير، إحنا 24 سنة من أول محاولة، المجتمع حيتقبل الموضوع. يعني ما في داعي مزايدة بموضوع قيادة المرأة، هذا اللي أتمناه يصير يعني. نعم خالد، أنا سألت مي عن طريقة الاستخدام للمرأة، طريقة الاستخدام للرجل، أنت حقها لك سائق واحد وخادمة واحدة ولا كيف الوضع؟ إذا أنت زوج وعندك طفلين يحق لك خادمة ويحق لك سائق. هذا حسب آخر شيء. وطبعاً دحين بعد حملة التصحيح وما التصحيح صار موضوع الاستخدام أغلى في موضوع الفيز، لأنه حسب السوق في سعر، لكن المكتب تروح له لازم تحت الطاولة تعطي له مبلغ ثاني عشان يمشي لك المعاملة. هذا واقع، احنا نتكلم كواقع، انا لا اتكلم بطريقه رومانسيه. المعامله 2500 تحت الطاوله، يندفع مبلغ اخر للمكتب نفسه، انا ما عندي استعداد. نعم. ادفع المبلغ هذا. نعم فهد خلينا نروح لخالد يسلم، عنده مداخله. تفضل خالد. عفوا، تو احد الاخوان في تويتر تعليقه كان ممتاز، يقول لك لو كانت بالغالبيه نمشي بغالبيه الناس ما كان الآن الرجل الأسود في أمريكا بيشرب من نفس ثلاجة الموية حق الرجل الأبيض، لأن الغالبية من البيض كانوا ضد السود. ثاني حاجة في موضوع، في بعض النساء يعني كانوا شجعان وخرجوا بنفسهم وقادوا السيارات، وطبعا في النهاية مسكوهم، أخذوا مخالفة من الشرطة وجاء ولي أمرهم وأخذهم ومشوا. ففي ناس يقول لك هي خالفت القانون تستحق اللي بيصير لها. إذا بتتكلم على مخالفة القانون، في روزا بارك اللي هي بدأت بها حملة السود حق المساواة، روزا بارك رفضت أنها توقف لراكب أبيض وقالت أنا تعبانة وأبغى أجلس، وكان قانونيا الأبيض يجلس والأسود يوقف. هي خالفت القانون، لكن خالفت قانون ظالم. فلما خالفت القانون صارت الحملة. مارتن لوثر كينج اللي هو ناشط سياسي في له جملة حلوة يقول لك ليس من الواجب القانوني فقط، بل من الواجب الأخلاقي أنك تتبع القوانين الصحيحة، لكن من الواجب الأخلاقي أنك تخالف القانون الغير صحيح. منع قيادة المرأة يا جماعة لما تخالفوا لا تقعد تحط تهمة أنه إيه وهي بتتحدى الدولة، هو ما هو تحدي دولة، هو أنا بأخذ حق من حقوقي. هذا النقطتين بنفهم الناس اللي هو ما هو تحدي. لكن انا كتبت كثير عن هذا الموضوع حتى في مدونتي عن البيض والسود، انا اعتبركم انتم البيض اللي كانوا يساندوا السود في مرحله المحاولات، لانه انتم الرجال الفئه اللي الحين بتدعم المراه تمثلوا زي البيض اللي كانوا واقفين مع السود في ذيك المرحله. كمان بدي اخذ معلش مداخله لي خالد يسلم، اتفضل اذا ممكن تجاوبنا على نفس السؤال، هل القيادة رمزية أو هي مشكلة بحد ذاتها؟ القيادة أنا زي ما قلت إنه ما هي الناس اللي بيعتبرها رمزية، الموضوع حتى لم يعد رمزي. الموضوع إذا كان حقوق الناس، أنا بشوف الموضوع صار ضرورة يا جماعة. أنا رجل متزوج عندي مصاريف، أنا حتى ما هو موضوع حقوق بالنسبة لي ولا هو موضوع مساواة، أنا
تعبان انه زوجتي ما تقدر تسوق ولا اختي تقدر تسوق، يا تحطوا لي حل العائق اللي انت وضعتوه لي، يا ادوني بديل، اصرفوا لي سواق، شوفوا لي حل. انا بالنسبه لي حتى ما هو موضوع مساواه ولا حقوق، لم يعد الموضوع كذلك، الموضوع اصبح ضروره ملحه. هذا رايي انا ما اعرف الشباب كيف، بس انا بتكلم كواحد متزوج وعنده طفلين وعنده مصاريف، اصبح ضروره ملحه. هذا رايك ورأي اكيد فئه من الرجال يا خالد. اعتقد معدين يا جماعه، حتى اللي بيعترض، انا بتكلم كساكن في مدينه، ماني ساكن في قريه، ماني ساكن في هجر، ترى الحياه في المدن كطبقه متوسطه اصبح قياده المراه ضروره ملحه. يا جماعه انا ما بتكلم برومانسيه، بتكلم بواقع. انا بتكلم نعم، ان شاء الله ينظروا في الموضوع بجديه على الاقل، يعني ان شاء الله.